بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. إن من جملة الأعمال التي نهتم بها في هذا الشهر المبارك الكريم هو صلاة التراويح. هذه العبادة العظيمة الجليلة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها صحابته الكرام، وبقيت سنة قائمة في عالم المسلمين إلى يوم الناس هذا، وتعد من الشعائر العظيمة. صلاة التراويح يمكن أن نصليها جماعة في بيوت الله تعالى، وأنتم تعلمون ما هناك من الخير وما هناك من الفضل العظيم في اجتماع المؤمنين والمؤمنات على طاعة الله، وما يحصل من النفحات والإشراقات في موسم الطاعات، لا سيما حينما يكون الأمر متعلقا بعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى وسماع كلام الله بأصوات جميلة جيدة حسنة. فصلاة التراويح هي 10 ركعات تصلى بعد صلاة العشاء، ممكن أن يكتفي بها الإنسان ويصلي عقبها الوتر، وممكن أن يضيف إليها 10 أخرى فيكون العدد 20، ويضيف إليهم الشفع والوتر فيكون العدد 23 ركعة داخل الزمن الليلي الذي يمتد من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر. هذه السنة الحسنة التي جمع المسلمون عليها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والتي كان قد بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها في أول العهد بالناس، إلا أنه خشية أن تفرض عليهم تركها. ينبغي المحافظة عليها، وهي زاد نتزود به للقاء الله سبحانه وتعالى. فلنغتنم هذه الأيام المباركات، ولنكثر من هذه الصلاة ولنحافظ عليها، والله تعالى يوفقنا لكل عمل صالح يرضى به عنا. وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم، أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.